وزيرة الثقافة في جمهورية مصر العربية. التخيل التاريخي في الرواية العربية المعاصرة، تفكيك النسق وتمثيل الأسئلة المضمرة للكاتب سعيد الفلاق من المغرب العربي. مبروك لكل الفائزين، الكل كان فائزا. الاحتفاء هذه الليلة بالإبداع العربي، بالمبدع العربي، بماهية الإبداع، ببنية الثقافة العربية، وهذا شيء مفرح. كان عرس ثقافي للجميع، المشاركين والمحكمين والمتبارين، الجمهور الحاضر، هذا الجمهور النخوي الرائع الذي تفاعل مع فقرات العرض وكان حاضرا في كل حماس وبشعور حقيقي متدفق مع النتائج التي أفضت إليها المسابقة. بارك للجميع، لكل الوطن العربي، كل مسابقة في الوطن العربي، للمغرب، لتونس، للجزائر، للبنان، للأردن، لسوريا بلا استثناء، للعراق. وبارك للجميع هذا الفوز الكبير، هذا الفرس الثقافي الكبير. أحفظ غرسك معنى وكلمات.